مجموعة العشرين لما يطال السياسة والاقتصاد، وأيضا بالإضافة إلى الجهات والنظرات الاقتصادية، فيجري منها مناقشة مكافحة الإرهاب والمخدرات والأمن الدولي والتعاون في الحفاظ على المناخ والبيئة. وأيضا هذا اللقاء يرى على أنه ضروري بإطار فإن روسيا تنظر إلى الترأس الألماني بشكل إيجابي لهذه اللقاءات، وأيضا التعاون في مجال التطور التقنية. ومن الواضح أن لقاءات مجموعة العشرين تعتبر آلية ضرورية في خارج إطار الأمم المتحدة لحل الأزمات الدولية ومناقشة المشاكل الدولية وضمان الاقتصاد ونمو الاقتصاد وتنسيق العمل للتعاون حول المشاكل الاقتصادية، حل المشاكل الاقتصادية. وأيضا روسيا تنظر إلى العمل هذا المسار وتحضير لعدد من اللقاءات بين الوزراء المختصين خلال اللقاءات التي ستجري في قمة العشرين التي ستتم في 7 و8 يوليو. وكما قلت فإن على هامش هذه الفعالية سوف يجري لقاءات ثنائية متعددة وتواصل بين الوزير ووزراء آخرين. وطبقا لهذا الأمر فإنه في 16 فبراير فهناك خطة للقاء بين وزير خارجية روسيا ووزير خارجية ألمانيا، وأيضا لقاء مع وزير خارجية الولايات المتحدة. وهناك معلومات عن احتمال لقاء مع الوزير الصيني، ولقاء أيضا ويجري تحضير لهذا اللقاء مع وزراء خارجية البرازيل وجنوب أفريقيا. وأيضا ما يمكن أن أؤكده في هذه اللحظة هو أن اللقاءات إضافية، هناك إمكانية للقاءات إضافية، وهذا المنتدى سوف يكون بمشاركة وزراء خارجية 20 دولة، فهناك احتمال كبير للقاءات وسوف نعلمكم بها لاحقا. وأريد أن أضيف بأن الحديث يدور عن تاريخ 16 فبراير، أما في 17 فبراير وأيضا على هامش هذا المنتدى يجري التحضير للقاءات بين وزراء خارجية إيطاليا واليابان، وأيضا احتمال لقاءات إضافية واتصالات إضافية. والآن ننتقل إلى في إطار جدول أعمال وزير الخارجية إلى فعاليات أخرى، فهي مؤتمر ميونخ للأمن، وكنت قد أعلمتكم في المرة الماضية عن هذا الموضوع، ولكن أريد أن أشير إلى أن أيضا هناك لقاءات ثنائية ومتعددة الأطر في على هامش هذه الفعالية في 17 فبراير في ميونخ، وعلى هامش مؤتمر ميونخ لموضوع الأمن والسياسة. فهناك خطة للقاء بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع الأمين العام للناتو، وأيضا مع وزير خارجية إيران، وأيضا سوف تستمر الاتصالات في ميونخ، والوزير الخارجية الروسي سيلتقي مع ممثلي دوائر الأعمال الروسية والألمانية. هذا اللقاء تقليدي، وتقليديا أيضا يشارك وزير الخارجية الروسي في هذا اللقاء، وسوف يلتقي أيضا مع رئيس كرواتيا ووزير خارجية كرواتيا، وأيضا وزير خارجية كوريا الجنوبية وتركيا وسلوفاكيا وفرنسا. وأيضا في 18 فبراير فهنا
هناك خطة للقاء في الإطار النورماندي، يجري التحضير له، ويمكن أن نؤكد هذا الموضوع ووقته لاحقا. وفي أيضا في 18 فبراير فهناك خطة للقاء مع وزير دفاع إسرائيل، وأيضا يجري التحضير للقاء مع الأمين العام لوكالة الطاقة الذرية. وهناك أيضا لقاءات أخرى يجري التخطيط لها، ويمكن أن يجري عليها تغييرات وتعديلات، سوف نعلمكم عنها لاحقا. والآن ننتقل إلى الفعاليات للأسبوع القادم. في 20 فبراير فسيجري الحوار بين وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف ووزير خارجية بوركينا فاسو، وسوف يزور موسكو في 19 و20 فبراير بزيارة عمل. وكما تعلمون فإنه في الوقت القريب في 18 فبراير سوف يمر 50 عاما على بناء العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا، وهناك اهتمام في الحوار، الاستمرار في الحوار والتعاون في الإطر الاقتصادية والسياسية والتجارية وغيرها. وسوف يجري مناقشة جدول الأعمال للعلاقات الدولية وأيضا الإقليمية والعلاقات بين روسيا وبوركينا فاسو، فهي تعزيز الدور الأساسي للأمم المتحدة في العلاقات الدولية ومكافحة الإرهاب والمخدرات. وأيضا نحن نرى أن هناك مساعدات وتعاون في الأمم المتحدة على في أيضا في الساحات والمنظمات الدولية، وأيضا محاولة مكافحة تمجيد التعصب القومي والنازية. وإضافة سوف نقدم لكم المعلومات حول التعاون في المجال الاقتصادي بين البلدين، فإن روسيا تنوي استخدام الطاقات الاقتصادية للتعاون مع بوركينا فاسو، وسوف نقدم المساعدة لهذه الدولة الأفريقية في المجالات الإنسانية وتحضير الكوادر من بوركينا في الجامعات الروسية. وفي 21 فبراير سوف يلتقي الوزير الروسي مع وزير سويسرا، وسوف يناقش التعاون بين البلدين وفي الشمال الأوروبي وفي القطب الشمالي، وأيضا التعاون في منظمة الأمم المتحدة، مع الأخذ بعين الاعتبار الترأس لسنتين لسويسرا في هذه المنظمة، وأيضا تطور العلاقات الثنائية سوف نقدمها لاحقا. وسوف يجري نشر المعلومات على موقع وزارة الخارجية. وفي 21 و22 فبراير وبدعوة من وزير خارجية روسيا سوف يزور روسيا وزير خارجية أرمينيا ولمناقشة الحوار بين أرمينيا، العلاقات بين أرمينيا وروسيا في المجالات المختلفة الاقتصادية والسياسية والإنسانية منها، وأيضا تطوير التعاون وحل أيضا المشاكل، وخاصة منها مشكلة قره باغ، والتعاون في التكاملات الولايات الاقتصادية وغيرها. والموضوع الآخر والنقطة الأخرى في الجدول هو في 21 و22 فبراير فسيزور المفوض الأعلى للأمم المتحدة للمهاجرين
اللاجئين إلى موسكو، وهذه الشخصية التي لها خبرة كبيرة في موضوع ومشكلة اللاجئين للتخلص من التداعيات للكوارث الإنسانية في الفترة الأخيرة في العالم. وسوف يلتقي وزير الخارجية مع هذا المفوض لمناقشة آفاق التعاون مع الأمم المتحدة وبين الأمم المتحدة وروسيا والهيئات الفيدرالية الأخرى لروسيا الاتحادية. بلادنا تبحث تقديم اللجوء للاجئين وأخذا باعتبار هذا الاتجاه، وتدعو روسيا إلى مواصلة التعامل مع مجموعة الأمن والتعاون لأوروبا على أساس الإنسانية ونزاهة والأخرى. وننتقل الآن إلى الأجندة الإقليمية والدولية والأحداث الرئيسة للحياة الدولية. في 13 من فبراير مجلس الأمن الدولي أدان بشدة التجربة الصاروخية في إيران، ورد الفعل لدى وزارة الخارجية الروسية نشر في موقعنا الإلكتروني. وهذه التجارب في البيان أيضا جاء القلق حول التجارب الكورية للصواريخ النووية، وعلى حساب تلبية احتياجات المواطنين الكوريين الأصليين، وما يؤدي ذلك إلى زيادة التوتر في منطقة آسيا. وننتقل إلى موضوع سوريا، ويعمل في هذه البلاد نظام وقف إطلاق النار اعتبارا من 30 ديسمبر ل 2016 على والأطراف الضامنة هي روسيا، إيران وتركيا، ومساهمة كبيرة تأتي من الأردن، وتستمر مكافحة جبهة النصرة. فصائل الدفاع الذاتي والجيش السوري بدعم من القوات الجوية الروسية تستمر في تحرير الأراضي السورية، وتمكنت الجيش السوري طرد المسلحين لداعش في ضواحي مدينة الباب وفي منطقة طريق رقة والباب، وحوالي 650 وكذلك تم قطع قناة نقل الإمدادات إلى دواعش. والجيش السوري يستمر في الهجوم في اتجاه مدينة تدمر، وتم تقديم شريط فيديو بصور التدمير الوحشي للآثار التاريخية لمدينة تدمر. الآثار التاريخية في هذه المدينة يعني بقيت قليل جدا مما كان عليه سابقا. هناك احتمال تفجير حتى الآثار المتبقية، وإضافة إليها حتى المساكن الموجودة قريبا من المدينة. وفي طريق الارتداد يحرقون حقول النفط
والغاز. وفي أستانا سيعقد الاجتماع الدولي الجديد بشأن سوريا، والوفد الروسي وصل إلى العاصمة كازاخستان، ونحن نعمل أن هذا الاجتماع سيعطي زخما جديدا لهذه العملية للتسوية السورية، ونشير إلى محاولات تحريض التصاعد في الأزمة السورية وزيادة الخلافات بين الفصائل والأطراف السورية المشاركة في الأزمة. وهناك مزاعم جديدة حول استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل الجيش السوري، وحول تدمير البنى التحتية السورية بالضربات الجوية من الطيران الروسي. والمؤلفون لا يتحيرون باستخدام مثل هذه الأساليب، ويحاولون بقدر إمكانهم إحباط عملية التسوية السورية ومكافحة الإرهاب في سوريا وفي منطقة الشرق الأوسط. وعلى خلفية التضليل الإعلامي نحن نلاحظ كيف نفس وسائل الإعلام والوكالات العالمية الكبرى تهتم بإنشاء المواقع الإلكترونية الجديدة المخصصة لمكافحة نشر المعلومات المفبركة، ويعني حسب تصريحاتهم منع انتشار المعلومات الملفقة، وهم أنفسهم ينشرون هذه المعلومات الكاذبة. وأصبحت صدمة كبيرة للجميع المعلومات، التصريحات من القيادة المركزية للولايات المتحدة المسؤولة قبل كل شيء عن منطقة الشرق الأوسط حول استخدام الأسلحة بالرؤوس النووية باليورانيوم المنظم لتدمير مواقع الدواعش في المنطقة. وكذلك يدور الحديث حول المواد السامة المثيرة لمرض السرطان والأمراض الأخرى الخطيرة لصحة البشر. في أكتوبر 2016 نقلا عن الخبراء المستقلين قدمنا نفس المعلومات، وتوجهنا بدعوة إلى المجتمع الدولي لإداء الاهتمام إلى هذه المعلومات، وشركاؤنا الأمريكان رفضوا جميع الاتهامات إزائهم، ومر شهرين فقط وأثبتت جميع الإدانات. والفرق أننا قدمنا هذه المعلومات منذ عدة أشهر في وقت الإدارة الأمريكية القديمة برئاسة حيز جائزة نوبل للسلام،
والخطوات ولم نتوقع أي ردود الفعل إلا هذه، ويعني كما تجلى حاليا الأسلحة الخطيرة المذكورة كانت تستخدم في نفس الوقت سيطرة الإدارة الأمريكية السابقة. أثار استخدام هذه الأسلحة الخطيرة باقيت في أراضي سوريا وستبقى للأبد، وستطلع على هذه المعلومات إذا قرأتم الموارد الخاصة. عدد الأسلحة والذخيرة المستخدمة في هذا القصف يثير قلقا بالغا. 1490 قذيفة كانت تحتوي على مادة سامة، وفي 22 من نوفمبر 3775 قذيفة مطلقة كانت تحتوي على مادة سامة، وعدد المقذوفات السامة بيورانيوم المنظم كانت تزيد عن الذخيرة العادية. يعني وذلك يخالف عن التصريحات السابقة حول عدم استخدام الأسلحة محتوية على اليورانيوم المنظم من قبل الجيش الأمريكي. يعني يستحسن في هذه الحالة الاطلاع على المصادر الموثوق بها وما هو تأثير الأسلحة المحتوي على اليورانيوم المنظم، تأثير هذه الأسلحة على حياة الناس القاطنين في هذه البلدان. ها هو الدور البارز لحائز جائزة نوبل للسلام. ويجب الأخذ بعين الاعتبار بأن في سوريا يعيش السكان ومواطنون، أن هناك حالات منفردة كانوا يولون الاهتمام إليها، كما أنهم قاموا إلى الاهتمام لشخصيات مشهورة.